معانا حسن شاهين عضو حركة تمرد، احكي لنا تفاصيل الاعتداء امبارح اللي تم عليك. مجموعة من أعضاء 6 إبريل هجمت على علينا، وكنت أنا مع مجموعة من شباب تمرد ومجموعة من بعض الأحزاب الأخرى زي الدستور وبعض الأحزاب المختلفة قاعدين. فوجئنا لقينا 30 40 شخص من 6 إبريل بالأسلحة البيضاء وبالأحزمة بيهجموا على الناس وبيضربونا، وأنا أصبت في رأسي جرح. وبعد كده يعني ذهبت انا لقسم الشرطه لتحرير محضر، لان من الواضح كده ان الموضوع تعدى الخط السياسي او الاختلاف السياسي واصبح بلطجه في الشارع، بلطجه سياسيه من قبل اعضاء 6 ابريل، وده تعدى حريه الراي والتعبير وتعدى اي اختلافات سياسيه، وكان لابد من التعامل معه وفقا للقانون. وفوجئنا بمجموعة من النشطاء وأعضاء الحركة الآخرين جايين بيتحايلوا علينا إن إحنا ما نعملش محضر وإن هم يخلصوا الموضوع ويجيبوا الشباب يتحسفوا لنا، ويعني إحنا قلنا خلاص نخلص الموضوع ويجي وتيجي الشباب تتأسف. واعتذرنا في وسط البلد بعد اللي عملوه. يا اولا كده حضرتك انا بتعجب جدا يعني على حته ادراك 6 ابريل تحت اي عمل اعتداء او اي انتهاك بيحصل في البلد دلوقتي. من جانب استاذ حسن شاهين اللي حصل عليه امبارح، فاحنا بنرفضه، احنا كحركه شباب 6 ابريل احنا بنرفضه، ولسنا لينا ولو 1% من الاعتداء اللي حصل عليه، لان الحركه امبارح كانت في عندها فعاليه قدام مجلس الدوله، كانت بتعترض على ادراجها تحت منظمه ارهابيه، كانت الفعاليه عباره عن فعاليه ساخره. تمام؟ 6 ابريل اول ما قامت بالثوره ضد الانتهاكات اللي بتحصل في البلد، فما ينفعش اللي هي تمارس نفس سياسه الانتهاكات اللي بتحصل. تمام؟ احنا بنرفض اي اعتداء بيحصل على اي مواطن. تمام؟ الاستاذ حسن شاهين مهما كان اختلافنا معاه ومهما كان اختلافنا في الافكار معاه، ما ينفعش اللي احنا نحول الاختلاف السياسي لاختلاف يعني عشوائي اللي احنا نعتدي على بعض او 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 او. من وجهه نظري ان اللي حصل ده تعدى اي اختلافات سياسيه، وواضح جدا ان حركه 6 ابريل بتعتمد على البلطجه السياسيه والارهاب الفكري، ما فرقوش عن الاخوان شيء، اعمالهم هي نفس اعمال الاخوان المسلمين، بالاضافه ان قواعدهم قواعد اخوان المسلمين. ويعني ده يعني شيء يدل على ضعف حجتهم السياسيه ويدل على ضعف تفكيرهم. تمام. حسن، يعني الواقعه كانت مدبره ولا بالصدفه كنت انتوا هناك؟ لا يعني 30 40 شاب جايين، فمن الواضح كده ان الواقعه كانت مدبره، يعني ناس معاها سلاح وحزمه و30 40 واحد جايين منظمين، ده من الواضح جدا ان دي كانت حاجه منظمه. من تصريحات حسن شاهين ومن تصريحات حركه تمرد اللي هي لا مانع لدي في ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي، تمام، ودوت مخالف للثوره، ده الثوره بتطالب برئيس مدني. حته القبض العشوائي، حته المحاكمات العسكريه، واحنا كذا مره او كذا موقف كان بينزل معانا استاذ حسن شاهين ضد ده كله. السؤال هنا لما وصل او مش وصل للسلطه مباشره بس وصل للسلطه على ترابيزه المفاوضات، السؤال هنا انت بعت الثوره وبعت مبادئ الثوره لاجل مصلحه شخصيه، وده ما ينفعش. كل تصريحات دلوقتي مصلحه شخصيه في تأييد تمرد للفريق بتاع السيسي؟ تمام، اللي هو ترشح تمرد للفريق اول عبد الفتاح السيسي لو ترشح، تمام، وده يخالف من مناهج الثوره، مناهج الثوره اللي هو حكم الشعب للشعب، رئيس مدني لدوله مدنيه. دي نقطه. النقطه الثانيه لا للمحاكمات العسكريه. على ما اظن استاذ حسن شاهين كان ملقى على الارض جنب ست البنات لما تعرضت، وكان في عسكري بيدوس عليه بالجزمه. تمام.
دلوقتي، وكنا ساعتها بنقول لا للمحاكمات العسكريه ولا للانتهاكات اللي بتحصل. طب دلوقتي في حضرتك غيرك انت في 1000 واحد بيداس بالجزمه، تمام؟ مش شرط اللي هو اخوان، انا مش مجرد ان انا معارض معاك ان انت بترشح فريق اول عبد الفتاح السيسي وبنا يا اخوان، لا، انا الطرف الثالث، انا اللي ما زلت مؤمن بثوره 25 يناير، انا اللي ما زلت مؤمن بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه، انا اللي ما زلت مؤمن برئيس مدني لدوله مدنيه. لا، لن نوافق على رئيس عسكري مره اخرى. هو اولا احنا ما رشحناش الفريق عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه. احنا بنتكلم على ان في دستور وفي انتخابات، الفريق السيسي بطل شعبي في وجهه نظر كتير قوي من جماهير الشعب المصري، في قطاع واسع جدا بيحبه وبيأيده، شايف ان هذا البطل ممكن هو يقود مصر في المرحله الجايه، ده رايي يحترم. وفي قطاع واسع ايضا من المصريين شايف ان الفريق السيسي بطل شعبي ايضا، ولكن شايفين ان هو ما يخش في المعركه السياسيه ويتم الحفاظ عليه كبطل شعبي بصوره عظيمه، وده رايي ايضا يحترم. ولكن كل الكلام ده سابق لاوانه، لان مصر لا تمتلك دستور ولا تمتلك برلمان، فبالتالي ما فيش اي داعي ان احنا نتكلم عن انتخابات رئاسيه، ده سابق لاوانه. اما حتى لو في اختلافات سياسيه، اما توصل الموضوع لبلطجه في الشارع على النشطاء وعلى الثوار، ده يبقى احنا ما اختلفناش فيه عن الاخوان المسلمين، وبننفذ نفس اعمالهم الارهابيه ونفس اعمال العنف اللي كانوا بيستخدموها ضد النشطاء، واللي كنا احنا بنرفضها قلبا وقالبا. ويعني من الاخر كده، في ناس احنا بنحترمهم عشان احنا محترمين، وفي ناس احنا بنحترمهم عشان احنا متربيين. مستقبل حركه التمرد، احنا كنا انتقلنا من حركه الاحتجاج وحركه الهدم الى حركه البناء، وهدفنا الرئيسي بناء نظام يتمتع بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه والتكوين الوطني، وهي اهداف الثوره اللي قامت عليها ثوره 25 يناير و30 يونيو. واحنا بنقول ان احنا ما زلنا بنسعى لتطبيق اهداف الثوره ودمج الشباب داخل مؤسسات الدوله، وبنقول ان الهدف الرئيسي هو ان احنا في صدد دستور هيخرج بعد اسابيع، محتاج دراسه جيده، ومحتاج ان احنا نشارك في عمليه الاستفتاء بشكل كبير جدا. الهدف الان هو تشكيل اكبر تحالف انتخابي على مستوى الجمهوريه، بيضم كل القوى الوطنيه والسياسيه المحسوبه على خط الثوره من 25 يناير و30 يونيو، بحيث ان احنا نخوض الانتخابات البرلمانيه بشكل موحد، ما يبقاش في مرشح محسوب على خط الثوره بينافس مرشح محسوب على خط الثوره في دايره من الدوائر. يعني التقينا وسعينا ان احنا نلتقي مع كل الاحزاب والكيانات الوطنيه، البعض وافق والبعض بيتشاور والبعض رحب بـ 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 بالفكره. يعني من ضمن اللي وقفوا كان التيار الشعبي والمصر الديمقراطي والمصريين الاحرار، رحب بالفكره، و التحالف الشعبي الاشتراكي رحب بالفكره، و يعني في كتير قوي من القوى الوطنيه ورحبت بالفكره، وبنسعى لانهاء الحوارات المنفرده بشكل منفرد، وبحيث ان احنا نعمل حوار يكون يجتمع فيه كل الاطراف على طاوله واحده، بحيث ان احنا نحط اليات للعمل. وهدفنا الرئيسي هو فكره ان احنا نخوض الانتخابات البرلمانيه بتحالف انتخاب موحد بين كل القوى الوطنيه. مطالب 6 ابريل ملتزمين بخريطه الطريق اللي احنا قدمناها للمجلس العسكري اللي هو نفذها دلوقتي، تمام؟ ملتزمين بخريطه الطريق اللي هي الست شهور وتسليم السلطه، تمام، المجلس الاعلى لكره المسلحه، بس ما هو حضرتك ما بيلتزمش بيها، بمعنى اللي هو ما فيش ميثاق شرف اعلامي في كذا نقطه كده من خريطه الطريق مش متفقين عليها. 6 ابريل اللي هي بتتمناها في الفتره المقبله، هي اللي بتتمناها من 2008، هي اللي بتتمناه ونزلت ليه وحققت ثوره 25 يناير عشانه، هي عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه، واهم من اي حاجه هي الكرامه الانسانيه. وهدف 6 ابريل طول ما الدم المصري رخيص يسكت يسكت اي رئيس. تمام. فاحنا بنعترض على انتهاك حرمات الدم، يعني اي دم العسكري اللي واقف في الشارع حرام.
بالظبط. دم المجند اللي واقف في الشارع حرام، دم المعارض ومش شايل سلاح حرام.